اعتراف بدين اللي يسميوه بين قوسين ورقة الصبر، لأنه يصبروا به الناس رواحهم، ما تقدر دير بها والو، لأنه الإنسان يدير كاعتراف بدين على باله بلي ما عنده والو، ما عنده لا دار لا طوموبيل لا موطو لا بيسكلات، ما عنده والو، لا حساب بنكي لا والو. يدير كاعتراف بدين تروح تخسر الدراهم، تدفع دراهم باش تبلغ له، باش تطلب منه يخلص الدراهم هادو، تخسر الدراهم بعد ما عنده والو، يدير لك محضر عدم وجود، ما عنده والو السيد هذا، تعاود ترجع لدارك تسنى. تبقى لك القضية الجزائية، تسنى حتى تفصل المحكمة العليا باش دير له الإكراه البدني أنت وباقي الناس اللي سالوه. هذا هو الحل تاعك، ما كانش حل واحد اخويا. حبذا في الايام القادمه يتم تعديل القوانين بحيث تصبح هناك اليه لالزام الاشخاص المحكوم عليهم باش يخلصوا الناس. لازم تكون كاينه اليه. الاعتراف بدين دير به غير الحجز. حبذا لو يرجعوا الاكراه البدني في الاعتراف بدين، لان ملايين الاشخاص عندهم الاعتراف بدين بس ما يديروا به والو، لان الطرف الاخر عطى السنية لهم. هو قال لك نديك الاعتراف بدين، هذا محترف يعرف، لانه راح للاعتراف بدين لانه على باله ما ندير له به والو.